أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت المعارضة السورية ريف حماة الشمالي منطقة منكوبة بعد قصف جوي مكثف شنته طائرات روسيا ونظام الأسد، وقتل 8 متطوعين ممن يعرفون بأفراد الخود البيضاء خلال الغارات التي استهدفت الدفاع المدني في بلدة كفر زيتا. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على نحو 70% من مدينة الطبقة، وذكر المصدر أن تلك القوات حررت المدينة القديمة بشكل تام، مشيرا إلى أن معارك ضارية تدور عند مداخل المدينة الجديدة التي تضم 3 أحياء أساسية انكفأ إليها الإرهابيون. بدأت القوات العراقية في الموصل بتدعيم خطوطها الأمامية بالأسلحة الثقيلة المضادة للدروع. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه معارك الجانب الغربي من الموصل شبه توقف إثر محاولة القوات العراقية إعادة ترتيب خطوطها العسكرية، وخصوصا في محيط جامع النوري والمدينة القديمة. عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات في جدة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعرضت العلاقة الثنائية وآفاق التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. أعيد انتخاب ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق زعيما للحزب الديمقراطي الحاكم، وذلك بعدما يزيد عن شهرين من تنحيه عن المنصب. وكان رينزي قد استقال من منصب رئيس الوزراء واستقال لاحقا من منصب زعيم الحزب الديمقراطي بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب في استفتاء على إدخال تعديلات مقترحة على الدستور. توج الإسباني رافائيل نادال بلقب دورة برشلونة للتنس للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بفوزه على النمساوي دومينيك تييم بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-1. ولم يواجه نادال صعوبات كبيرة للفوز على خصمه تييم في نحو ساعة ونصف، ليحقق بذلك نادال لقبه الثاني في ظرف أسبوع بعد لقبه مؤخرا في مونتي كارلو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.